مشاهدي متابعي قناة الدار، مرحبا بكم. كنصادفوا واحد الحالة نادرة اليوم اللي هي عبارة عن سيدة اللي مابقاتش كتنعس، ونكتشفوا السبب وعلاش وشنو وقع بالضبط. مرحبا بك. السلام عليكم، انا اسمي فوزية بنت مدينة مكناس، كنت خدامة في طنجة مدة 20 عام وانا خدامة، ولكن خدامة في واحد الشركة 12 عام وانا خدامة فيها. كنت كنعس عادية، عندي حساسية ملي كنمشي لعند الاطباء ديال الجهاز الهضمي تيقولوا لك عندك، تنقول لهم تنتخنق تيقولوا لي عندك اكتئاب. مشيت لعند واحد الطبيب في طنجة، خرج لي الدواء الاول ما دار لي والو، دواء الاعصاب عادي شربته في الصباح وفي العشيه، نعست عادي. رجعت لعندو المره الثانيه كونترول، خرج لي واحد الدواء ديال الاكتئاب ديال الاعصاب، الاكتئاب صعيب شربته وخرجوا لي في الصباح، مولات الفرماسيه نعطاتو لي بالليل شربتو. النهار الاول ما طير ليش النعاس، الثاني الثالث المهم مده 5 ايام مشيت لعندو قلت له راني ما قلتلوش طير لي النعاس، لان هي مولات الفرماسيه قالت لي كيدير غير اضطرابات النوم، ولكن ملي تقطعيه غترجعي عاديه. جيت مشيت لعندو هو دار لي شي اعراض، دار لي ارتجاف ودار لي اختناق. مشيت لعندو قلت له شنو قال لي هو ما عنده ما يدير لك غير شربي. انا ديك الساعه كان باقي ما طار ليش النعاس، ملي مشيت لعندو مده 10 ايام طار لي النعاس، قال لي انا ما عندي ما ندير لك. ودابا انا اللي عليا قطعيه، مشيت قطعتو على اساس فرحانه غادا للدار غنعس للطبيعه ديالي كما كنت كنعس. ملي مشيت باش نعس ما بغاش يجيني النعاس، ملي رجعت لعندو قال لي انا ما عندي ما ندير لك، دابا انا قلبت لك المواره، انا اللي عليا نعطيك طبيب نفساني سيري يقلب لك المواره. ما بقيتيش كتنعسي في خطره؟ ما بقيتش كنعس في خطره. النهار الاول فاش قطعت الدواء صافي ما بقيتش كنعس في مره، ما كنشوفش. شحال د الوقت وانتي على هذا؟ دابا من شهر 6 9 شهور دابا وانا تنعاني من هذا المشكل هذا، وشربت الدواء ديال النعاس، ولكن دابا ما بقاش كيقر فيا حتى الدواء ديال النعاس ما بقاش كيقر فيا. ودابا انا معذبة حياتي كامله، وكنتمنى من الناس يدعوا معايا ولا اللي لقى شي حل يساعدني. تنتعذب ومعذبه والديا واحد الحاله حتى لدرجه اللي تنتمنى تطلبوا معايا حتى الله الا ما عنديش الشفاء هو يدير لي شي حل باش ما نبقاش هكا معذبه. كنت كنعس مخيره ما عندي حتى شي مشكل، وفي الاخر رجع طبيب مرات الفرماسي ندمروا لي حياتي. علاش شنو ما عليهم ماشي عيب وعرض شي هذا. فهاد الحاله ممكن تعاودي الناس كيفاش يعني كتجلسي كتبقاي باش تبقاي 24 ساعه على 24 ساعه بلا نعاس؟ كيفاش زعما كتبقاي تندوز النهار كنعيش شويه ونهار ما كنشوفوش مره. ملي كنعيا كنعس واحد شويه، ومن دابا قطعت الدواء ما بقيتش نشرب الدواء، وكان عليا ما نشربش الدواء ديال الناس، كان عندي واحد الامل شويه. ملي شربت الدواء ديال الناس زاد كمل عليا. بالرغم من شرب الدواء ديال الناس ما كيديكش النعاس؟ قبل منه ما كانش كيديني النعاس، قبل ما نشرب الدواء الكينه كنت كنعس، كنت تنحط راسي كنجي من الخدمه تنعس 9 ساعات 8 ساعات ديالي كنت كنعسهم تنفيق للخدمه ما تنقدرش نوض نمشي للخدمه. من بعد فاش شربت هاد الكينه ما بقيتش كنشوف النعاس نهائيا. وفي العيد الكبير كنت غنموت، من شهر 6 قرب العيد الكبير كنت غنموت. وصلتني لدرجه هي عاودة تحيد لي الاختناق، هي زادتني الاختناق، زدت سخنقت بزاف. ملي مشيت عند مولات الفرماسيان قالت لي انت ما بغيتيش تنعسي، ولكن انا قبل ما عمرني تشكيت لها من النعاس شربت هذيك الكينه عاد وليت كان. هو قال لي انا ما عندي ما ندير لك، ما صحبنيش انا غادير لك هكا. دابا انا ما عندي ما ندير. هذا الدواء كان عنده مفعول عكسي عليك انت؟ كان عنده مفعول، وبالاخص ما خديتوش في الصباح، مازال كون خديته في الصباح هو الطبيب كان عليه منين جاي يعطيني الدواء صعيب يستاجر معايا يقول لي راه دواء مخدر راكي غتشربيه واش قبلي بيه وهادي. ماشي جا وعطاني واحد الدواء وانا البنيه ديالي ضعيفه هو كيشوفها، وكنقول له انا عندي الحساسيه تنتخنق، لان اللي عنده الحساسيه راه كيكون عندي حساسيه في النيف، راه تتكون تاثير هي اصلا ما تتخليش بنادم ينعس. ولكن انا منين زدت كملت شربت الدواء دابا ما عنديش الامل، واخا الامل في الله سبحانه وتعالى. شفتي اطباء اخرين باش يعالجوك من هذا المشكل؟ شفت طبيب واحد ما بغيش نخلط، تبت طبيب هنايا في مكناس عسكري
كونونير دار معايا جميع المحاولات، عطاني الدواء النعاس، ومني كنقطعو تنولي الحاله بالحق. ملي كنشرب مثلا شي دواء ديال الاعصاب غير نشربو نولي نرجع له ما كيبقاش يقر فيا، ودابا ما بقات يقر فيا حتى شي حاجه. لا نعس كنعس ساعتين بالدواء، ولا ودائما مدوخه ودائما مرخيه، شربت القطاري وندمت شربت الدواء النعاس كون سحابني، لان انا عندي الحساسيه في النيف هي اصلا عندها تاثير على الدماغ. يعني هاد المساله اللي باش تنعسي واحد الساعه ولا ساعتين خاصك ضروري تشربي واحد الدواء النعاس ضروري. وكاين بحال دابا النهار لما شربتش الدواء نهار ما نشوفوش مره، ونهار نقدر نعس فيه ربعه الساعات هكاك من عند الله. ملي كنعيا كنعس هذوك ربعه الساعه بالسيف عليا كنطيح، ما النعاس ما عنديش مره وصافي. ماشي بحال شحال هذه كنت كنعس مثلا في غسل 9 الصباح، واخا عندي الحساسيه في النيفي كنت كنعس كنحط. يعني قلتي لنا فاش مثلا بالليل كي تيدوز الليل يعني كتنعسي وتتبقاي تقلبي وصافي؟ كنعس وتنبقى تنفركل بحال هذا، تنبقى معذبه وتنبقى نطلب الله وتنزوق في الله الشيء اللي كاين. ما حالتي شنقول لك صعيبه حتى لدرجه تنتمنى من الله الشفاء العاجل، ولا يدير لي شي حل. هادشي اللي تنطلب من الله وتنطلب من الناس يدعيو معايا ويدعيو معايا من كل بلاصه، وتنتمنى لك انشراقي الا عنده شي انشراقي كبير وعارف كيفاش نقدر نرجع للطبيعه ديالي. نتمنوا من الله، واخا النعاس راه ما عندوش الحل من غير الله، هو اللي تيعرف له الحل. هاد المساله ديال الناس يعني بزاف ديال الناس كيقولوا ما تيكرهوش انه ما ينعسوش، ولكن انت دابا في الواقع العكس. يعني شنو تقولي للناس فاش بنادم ما كيبقاش ينعس فاش كيحس؟ صعيب الحال. انا بعد بالنسبه ليا ما ناكلش ما نشربش ما خصني حتى شي حاجه، لا فلوس لا حتى شي حاجه، لان النعاس هو الراحه ديال الانسان. الجسم ديالك تترتاح، كتنوضي الصباح فرحانه، ماشي بحال انت ما نعساش كتنوضي معصبه، تتنوضي بزاف د الحوايج. الانسان قال لك لا ما نعش غير ليله وحده كيتعصب فيها. اما انا دابا 9 شهور وانا كنتعذب بالعذاب الاليم. كوني خليت راسي تنتخنق ما مشيش لعند الطبيب، كون كنمت فضلت الموت احسن حاجه. كما كان الحال الله يرحمني هو رحيم بالعباد ديالو. دابا ما عندي حتى شي حل. الطبيب تنمشي لعندو تيولي يبدل ليا شحال شربت من مده ديال 9 شهور، شربت فيها ما عرف شحال ديال الدوايات اللي شربت هكاك ما تيقروش فيا. انا كنعرف الدواء ديال النعاس، قبل شربت الدواء ديال الاكتئاب وعطى لي تينعس واحد الكينه سميتها ميديزابيد، كنت كنشربها كنزيد نعس فاش كنت كنعس. دابا انا تنشربها بحال اللي ما تنكب الماء في الرمله، بحال اللي ما تنشرب حتى شي حاجه والو. البيانات ديالك يعني بالنسبه ليك كطلبي شي واحد عنده تجربه في هذا الموضوع، يا اما طبيب يا اما شي واحد اللي داز عليه هذا الاشكال باش يفيدك باش تعالجي ان شاء الله. لان كما قلتي لنا قبل ما نبداو التصوير انك في واحد اللحظه كتفكري انك لا قدر الله تموتي حسن، هادشي اللي قلتي. هادشي اللي كنفضل، لان حياه بلا نعاس ما انا حياه. نتمنى شي واحد يساعدني نخرج من هادشي انا اللي فيه. دابا تيقولوا لي عندك نفسي، ولكن انا من قبل وكان عندي نفسي، ولكن كنت كنعس كنت كنوض فرحانه كنضحك بحال الناس عاديه. نهار اللي شربت هاد الدواء هذا دمرني هاد الطبيب ودمرتني مولات الفرماسيان. علاش مولات الفرماسيان تيقول لك الدواء ديال الاعصاب ما كيتعطاش بلا ورقه الطبيب، وهي زات منين هو الطبيب عطيه لي في الصباح، عطيه لي في الصباح ديك الساعه على دار لي اعراض ممكن تحمل انا مسؤوليتي هذيك الساعه، ماشي بحال هو عطيه لي في الصباح وانت عاطيه لي بالليل وقلتي لي كيدير غير اضطرابات، ولكن من بعد غادي تقطعي وترجعي عاديه. وماشي دابا نهار الاول طير لي النعاس، كون كان يطير لي النعاس نهار الاول كون كان قطعتو تاخدم فيا مزيان مده ديال تقريبا 10 ايام عاد مشى لي النعاس مره. لان كون كان عندي النعاس على سبه كون نهار الاول شربته كون طير لي النعاس، كنت كنعس مزيان ما كان عندي لا اضطرابات في النوم ما كان عندي حتى شي حاجه. كنحط راسي كنجي من الخدمه ديالي كنقضي شغلي كنصاوب ميكلتي وكنت عايشه بوحدي في طنجه ما عندي حتى شي مشكل. اصلا انا ما كاينش اللي كان يخدم عليا هنا، والد ديالي ما الحاله ديالو ضعيفه، ما كون كانت ما كاع ما نمشي لطنجه. وانا تنقول يا ريت كون كان صحابني وقع لي هادشي
ما نمشيش لطنجة، كون جلست هنا في مكناس، ولكن حتى شي واحد ما تيعرف راسو شنو جايو. كون كنت عارف هذاك الدواء انا كون كان قريتو مولات الفارماسي انت تحلف بالله وتتقولي هذا الدواء غيجي معاك، والله الا لا غتلقاي عليه الشفاء. شحال من دواء شربتي ما لقيتيش هذا غتلقاي عليه. اما كون كان انا خلاتني عطاتني الدواء في وقته، خلاتني انا كون مشيت قريتو ما كنتش نشربو، كنت شفت الاعراض ديالو ما كنتش نشربو. انا ثقت فيها ثقه عمياء، ساعه دمراتني وكون كان غيمت وما بقيتش هكايا. يعني حتى هاد التجربه اللي عندك كتنصحي الناس انهم يردوا البال حتى للادويه ويستشروا دائما مع الطبيب، يرجعوا للطبيب ديالهم اللي كيعطي الدواء قبل ما يشربوا شي دواء. تنصحهم، ولكن واخا هما خصهم يشوفوا الدواء ديالهم بلا. انا استشرت مع الطبيب وما استشرت معاه نهار 5 ايام وقلت له الاعراض كان عليه، يقول لي قطعيه ما جاش معاك قطعيه، قال لي لا راه ما عنده ما يدير لك. هو بنادم خصو يدير هو احتياط راسو ويقرا الدواء ويشوف الاعراض ديالو هو واش غيسلكو ولا ما يسلكوش، بالاخص الدواء الاعصاب. مازال اي دواء، مازال تشرب اي دواء ماشي مشكل، تقدر تشربه في اي وقت، يقدر ياثر فيك، ولكن هو من الاحسن اي دواء بنادم تيقراه ويشوف. انا كنت كنقرا خنيشات كنت ديال الروح كنت كنقراهم، هاد الدواء ما عرفتش كيفاش دارت لي السيده، كتحلف بالله وتتقول لي انت عندك مشكل بشحال هادي، هذا هو اللي غتلقاي عليه باش انا ما قريتوش. اما انا كنت خنيشات ديال 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 الروح كنت كنقراهم. هادشي بعد ما وقع لك هاد الاشكال شنو كديري؟ واش جلستي من الخدمه ولا مازال خدامه؟ ما خداماش، كنصيفط شواهد، ولكن دابا ما بقيت صالحه لتا شي حاجه، ما كاينش اللي كيخدم عليا. انا دابا عايشه مع عائلتي ومعذباهم صافي، تنوض كنبقى نبكي، هادشي اللي تندير، ما تندير حتى شي حاجه، ما بقيت كندير شي حاجه، وما بقيت دايه على فراسي، ما بقيت نلبس الحمام، ما بقيت نمشي له، ما وليت بحال علينا غادي نحماق، لان حياه بلا نعاس راه ما يمكنش. واخا بنادم ينعس غير 3 ساعات في الليله ولا 4 ساعات بحق تكون مفرقه، ماشي بحال النهار ما تنعسيش مره ما تشوفيش. وانتي وجاتني حاله صعيبه، لان كنت كنعس 8 ساعات ما تقبلتهاش، 8 ساعات 9 ساعات ما تقبلتهاش. كنت كنخدم الطورنو ديال الصباح وكنفيق في الصباح وما تنقدرش نوض، التليفون تيصوني وانا تنبغي نرميه تنسيبو، لدرجه دابا عيني دائما مفتوحين بوحديتهم مفتوحين، لان شنو اللي كنزوق في الله سبحانه وتعالى هو اللي قادر يشوف لي الحلو. والناس تنطلبهم يدعيو معايا بهاد العواشر هادي، لان الدعاء مستجاب باش ربي يغير حالي، باش ما بغى انا قابله اي قرار. الموت كاينه لا مفر منها، المهم ما نبقاش انا معذبه. لا حول ولا قوة إلا بالله. فهذه معاناة اللي سمعتوا من الفم نتاع هذه السيدة، نتمنى إن شاء الله يكون واحد السبب للشفاء العاجل أو لشي واحد يتواصل معك إن شاء الله. شكرا. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.